حضرتك على موضوع السد العالي، لانه هذه التجربه الاقتصاديه، فكره المعونه، فكره والبناء، يعني السد العالي بتجمع مجموعه من العناصر المهمه، التحدي الدولي، المعونه، البناء، والاعتماد على الذات. انا عندي مجموعه وثائق ارجو انه يعني تتاح فرصه ان انا انشرها في كتاب من واقع الوثائق الامريكيه السريه اللي تم فض سريتها بموجب قانون حريه المعلومات. ودي مثلا من اهم المزايا للقوانين الامريكيه، ان بعد عدد من السنوات يمكن ان انت تقرا الوثائق. طبعا طبعا، بس ده كان زمان، دلوقتي في نداء اخر في ترامب امريكا عشان بس بيولع فيها. ترامب بيولع في الوثائق. انا عايز اقول لك حاجه لميس لو سمحت، يعني اتفضل يا فندم. انا رحت 5 مرات استاذ زائر في امريكا. كويس كده؟ في امريكا زمان كان في حاجه اسمها انترناشونال هاوس، كنا نروحه نشرب امريكان كافي ونقابل ناس من كل الجنسيات ونكون اللي احنا عايزينه ونمشي. دلوقتي الانترناشونال هاوس بقى فرع لوزاره الهوملاندز. لا هوملاندز كمان، الداخليه الامريكيه. انا بكلمك جد، اخر مره رحت في امريكا الوضع اسوء من عندنا بقى. لا انا بكلمك جد، الناس قالوا لي خلي بالك انت بتكلم مين. يا نهار ابيض. وبتقول لا حقيقي، عشان ندرك المسائل على ارض الواقع. طبعا انا مش سعيد بهذا الحقيقه. انما عوده الى موضوع السد العالي. موضوع السد العالي يعني حصل فيه تقاطع بين عده ابعاد او دوائر انجاز التعبير. مصر داخليا وسعي نظام ضباط الاحرار للنهوض بها اقتصاديا من خلال عده، منها انشاء السد العالي. صراع اقليمي يتمحور حول سعي امريكا لانشاء حلف بغداد. تطورات دوليه ظهرت قوى مصر رأت ان فيها فرصه. انا ذكرت الصين الشعبيه. ولكن ايضا في الداخل الامريكي كان هناك قوى منوئه وتسعى لعرقله مشروع السد العالي، لان مشروع السد العالي في رؤيه هذه القوى كان معناه ان مصر تبقى اكثر قدره على انتاج القطن واكثر قدره على انتاج الارز. وامريكا عندها قطاعات تنتج السلعتين، وبالتالي مش من مصلحتها انها ترى منافس كبير على الساحه. الحرب التجاريه اللي شنتها امريكا على مصر في مجال القطن على فكره محتاجه لدراسه قيمه ذاتها. في الخمسينات ان امريكا دفعت بالمخزون الاستراتيجي بتاعها في السوق العالميه للقطن، راح سعر القطن نزل، وكان احد الشواغل الرئيسيه للسفير المصري في امريكا وقتها اللي هو الدكتور احمد حسين انه يرعى هذا الملف ويواجهه. فعايز اقول انه امريكا بعد ما وافقت على تقديم تمويل وتبعها البنك الدولي وبريطانيا لتمويل مشروع السد العالي، رجعت. الكلام ده كان في ديسمبر سنة 55. في بعد كده بتسعة اشهر في يوليو 56 امريكا تراجعت. وفي الحقيقه الطريقه اللي اعلن بيها الموضوع كانت طريقه مهينه للغايه. جدا. هل كل ده في الوثائق حضرتك لقيتهم؟ كل ده في الوثائق. انه يحصل اجتماع يوم 19 اغسطس بناء على طلب السفير المصري دكتور احمد حسين، معانا بعض هذه قابل مع جون فوستر دالاس وزير الخارجيه وقعدوا يتكلموا، وبعدين الاجتماع ده استمر عده ساعات والملخص بتاعه موجود في 7 صفحات. وبعدين الخارجية الأمريكية كانت محضرة بيان بسحب أمريكا عرضها لتمويل السد العالي. إنما المدهش في الموضوع التعليل بتاع هذا القرار بسحب العرض. تعليل لا علاقة له على الإطلاق، تشكيك في جدوى المشروع، حيث في البداية كان كل الكلام جميل جدا عن المشروع والبنك الدولي أكد في دراساته إن المشروع له جدوى. إنما الفكرة كلها إن أمريكا جزئيا لأنها رأت أن مصر تعتبر عدو كامل لسعيها لمقاومة الأحلاف وحلف بغداد. في طب ماذا وجدت في هذه الوثائق يعني؟ الوجدت في هذه الوثائق أنه محاولات خبيثة جدا لتقليب إثيوبيا والسودان على مصر، وده موضوع من وقتها؟ من وقتها طبعا، تاريخ ممتد. انت تجدي مثلا برقيه من وزاره الخارجيه في واشنطن الى سفير امريكا في اثيوبيا،
قول له انت تقابل كذا وتقول له كذا وتحرض فلان هيقول كذا وانت ما تظهرش في الصوره. بريطانيا تعمل نفس العمليه. السفير احمد حسين يقول لهم يا جماعه يسيروا معاه الموضوع، يقول لهم عمره ما كانت اثيوبيا مهتمه بقضيه مياه النيل على الاطلاق لسبب بسيط، انه تاريخنا معاها بيقول الكلام ده. يقول له لا ازاي، شوف التصريح الفلاني. حصل نفس الشيء مع الجانب السوداني، انه بريطانيا بالذات لعبت دور في محاوله تقليب السودان ضد مصر، وبالنسبه لهم كان مودج جدا الاتفاق اللي عملته مصر مع السودان حول اقتسام مياه النيل. يعني بالنسبه لهم ده كان، لكن لو للاجيال الجديده اللي بتشوفنا دلوقتي ولم لا تعرف كثيرا، خلي بال حضرتك كتب التاريخ اللي بنذاكرها في المدارس ما بتحكيش الحكايه كلها جفة. بنفس العمق وبنفس ماذا تقول عن قصه السد؟ يعني ماذا يمثل هذا بالنسبه للاراده المصريه، بالنسبه للقرار السياسي المصري، رفض المعونه، ان انت التمويل اتسحب منك فانت بتقرر ان انت تعتمد على نفسك، ان انت تعمل هذا المشروع الضخم وتبنيه انت بمهندسينك بعمالك. بالظبط كده، بالظبط كده. وانه باستمرار يبقى عندك خيارات، يعني انت لا ترتمي في احضان طرف من الاطراف، انما يبقى باستمرار ولا يفرض عليك حتى لو كان هم اصحاب المعونه، لا يفرض عليك قرار. بالظبط كده. ولذلك انا دايما بقول يا جماعه لا تلتفتوا فقط الى المبالغ التي تتدفق الينا، انتبهوا الى الشروط التي بناء عليها تتدفق هذه المبالغ.